احنا جايين النهارده عشان نسلم على ام فارس. ازيك ام فارس؟ عامله كويس ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. ام فارس كهربائيه وجوزها كهربائي وهو اللي علمك انك تبقي كهربائيه، صح؟ صح؟ تمام. مشي الموضوع معاكي بسهوله ولا الموضوع عمل ايه في الاول؟ بص، هي الفكره انا اتعلمت منه مهنه الكهرباء مش عشان انزل فيها وصنعها، اتعلمت فيها. كنت حامل في بنتي الكبيره ريتاج، ما اللي شاء انا الله. اروح معاها اشد سلك كده بس تساعديه هو. ساعد. اما فكره ان انا انزل وابقى في السوق وابقى اسطى، لا دي ما كنتش اتوقعها. بس انت وسطى دلوقتي. انا دلوقتي اسطى، طب طلع عليا لقب اسطى ام فارس. لا والله. والله طب بتركبي نجف، تركبي مروحه، كل تفكي وش وبأسش الشقه بالصاروخ وبالهيلتي، كل حاجه لا من الف والله. لاي حاجه تخص الكهرباء من الالف للياء. لا ده انت وحش بقى كبير. لا ده هو انت بقى كبير قوي. والله ولا اي حاجه، حتى مجرد ممكن مهندس يستلم مني الشغل. طب وبتطلب ام فارس؟ جدا ليا زباين كتير، حتى لما واحده تبقى عندها قفله تستنى عقبال ما ارجع. لا والله. والله طب معلش، ام فارس سمعتها ايه في السوق؟ يعني ليه ما اجيبش راجل؟ ليه اجيب ام فارس؟ بصي، في اغلبيه الناس تبقى ست قاعده لوحديها، حابه ست زي تيجي اه صح. او راجل مثلا بيبقى في الشغل يقول لي روحي، عشان ما ينفعش راجل بيت يو اه حق. صح. اه ما يكونش يخش على مراتي راجل. حبيت تشجيع من الناس بكده بقى. اه ارمله بتبقى قاعده لوحديها، حابه ست تروح للشغل هذا آه بس ده دي ميزه كبيره يا ام فارس دي. جدا. فلاقي كمان قبول جديد كتير من الناس. لا ولا لازم كلنا نشجع ام فارس. طب تعالي فرجيني كده هنفك ده ازاي. بص انا افكها واجمعها تاني. ما جربتيش ولا مره؟ بص، في الاول مجرد حتى قعدت في البيت بسبب الكهرباء كنت ليه؟ اعيط، لا مش عايزه اتعلم الكهرباء. الكهربي جامد بقى صح؟ جوزي حتى قال لي انا قلت لك بلاش الكهرباء، الكهرباء ملهاش كبير. طب وانت ساعتها بقى يعني حصل مره انك كهربتي كهربا جامده وانت على سلم بتركبي نجفه؟ ربنا يحميك يا رب. اتخبطت في راسي بسبب الكهرباء. ازاي اتخبطتي في راسك؟ الزبونه بتكلمني والسلك فوق دماغي، فاتكهربت. من راسك؟ من يا هنا يا دماغي يا اتخبطت يا في السلك وهي بتكلمني. دي صعبه. بص هي صعبة. بص انا لو حضرتك، انا حكيت لك المهنه نزلتها ازاي. نزلتها كان ربنا بيقول لي هتتعلمي المهنه عشان انت هيجي عليك ظروف وتنزليها. حاسس بس انت بدي لا اقرب لا من لا السلك لا بس لا لا مش ملاحق لا 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 عليه. لا لا ما تقلقش. ايه ازاي؟ قولي لي حكمه ربنا ازاي في انك تتعلمي بص انا المهنه. كنت بتعلم من جوزي اللي انا اعمل حاجه بيتي، اما انزل شغل وصنعه وفي السوق لا ما كنتش اتوقع ان انا انزلها السوق كده. جوزي جاله التهاب في العصافين، اصبح ما بيشتغلش خالص. يا حبيبي. نزلت بقى من هنا، نزلت الشغل ما نزلتوش كأن انا عايزه اشتغل. بدأت بقى بقيت اسطى كهربائي، من ربة منزل بقيت اسطى كهربائي. وجوزك ما بيشتغلش دلوقتي؟ لا، عشان ايده. وانت اللي شايله الموضوع انا كله. شايله بيتي وعيالي عشان ما مديش ايدي لحد. شايفين الستات؟ لا ركزوا كده والنبي. شايفين الستات اهو. لا يعني ده انت هتتشالي على الراس يا ام ربنا فارس يخليك يا رب، والله، تتشالي على الراس ربنا والله يخليك. العظيم. فحسيت ان ربنا بيقول لي هتتعلمي المهنه عشان هيجي عليك الدور. فعلا اتعلمت والله عشان اعمل شغل بيتي. فجاه ما جوزي جاله التهاب في الاعصاب، ما بقاش يقدر يمسك هيلتي ولا صاروخ، ما بقاش يعرف يشتغل زي الاول. بس بدات في انزل. ستات تانية تقول عليا بإيه وبتتطلق وتروح تعيش حياتها وما بتحسبهاش الحسبة دي. لا لا والله وقفت في ظهره. بس الست المصريه معروفه كراجل، وفي وقت الحلو والشده مع بعض. انا دايما اقول الايد الواحده ما بتسقفش. صح. دايما اقول لجوزي كاني ربنا بيقول لي جوزي دايما لما بنزل شغل يقول لي يفتكر ان انا قلت لك بلاش الكهرباء، الكهرباء ملهاش كبير. بس انا بقول ربنا ستر عليا عشان خاطر الاولاد، عشان طالبه لقمتي بالحلال. انا بخلال حضرتك بتصور معايا، انا نفسي اقول كلمه. تعالي رغم لا سيبك من ده وبصي هنا وقولي كلمه. سيبيها عشان انا خايف عليكي لا والله لا العظيم. والله لا والله ما انا فيش اي حاجه تعالي خالص. تعالي هنا يا ام فارس اهو هو شايف. بص عايزه تقولي انا كل اللي طالباه رزق، نزل اطلب رزق بحلال. انا مثلا حدي، انا ما عنديش محل، ارزقي على الله. بالتليفون بيجي لي بروح شغل، ممكن اروح شغل الاقي مثلا، يعني موقف اللي حصل معايا، لقيت واحده المفروض واحده بتكلمني انا في الحته الفلانيه تعالي، بس ما تقوليش للبواب انت طالعه فين وانا هسحبك. فستر ربنا بنت البواب، قلت له انا طالعه الحته الفلانيه. قال لي يا بنتي دي شقه عزاب. قلت له عزاب ازاي واللي مكلماني واحده ست؟ قال لي والله شقه عزاب، انا طبيعتي بسجل المكالمه بتاعت الشغل اللي بتجيلي. فرجعت التسجيل انا والبواب، لقيت راجل وما قالت صوت ست. انا من خلال لقيت ايه؟ حضرتك. لقيت صوت راجل؟ راجل وما قالت صوت ست. لا والله. والله العظيم. فاللي انا عايزه من خلال حضرتك اوصل صوته او صوت للناس اللي بتهزر معايا، حضرتك ممكن تعتبرني اختك مراتك، سيبني اكل عيش.
انا كان ممكن، انا طالبه رزق بالحلال والله، انا ما قلتش لحد يديني حاجه. انا جه فتره، انا ممكن حضرتك اوريك الورق بتاع جوزي اللي هو ايديه، انا اللي شايله المسؤوليه، ايجار وميه ونور انا ببقى ساعات اقوم من النوم اقول نفسي اقعد من الشغل النهارده، نفسي ارتاح. ما ينفعش ارتاح النهارده، القسط الكهرباء اللي ما بينزل يوميا يوميتي 300 جنيه، برجع البيت والله مش معايا منهم ولا جنيه. مثلا موقف يحصل لي اروح اقول لمحل الكهرباء انا كهربائيه عايزه شغل، يتريق عليا يعني حضرتك ممكن تجيب لي شغل اي حاجه وتحطي تحت التجربه. الاقي مثلا محل الكهرباء ياخد من الصنعه بتاعتي النص بالنص، بس عشان هو جاب لك الشغلانه. عشان جاب لي الشغل بياخد من لقمه عيش اللي جات لنا. فحاجات كتير بتقابلني في الشغل كده، انا بقول والله العظيم انا ما طالبه حاجه من حد، وعمري ما مديت ايدي لحد. انا عندي باكل عيل لقمه حاف، وعمري ما مديت ايدي لحد. ممكن حضرتك تسال عليا في المنطقه والناس لا انت كلها. ساده يا ام فارس، انت بتتكلمي في ايه؟ انا عايز اقول لك ان قلب عليك الدنيا من امبارح عشان اصور معاك، وهقول حاجه، ام فارس كانت مكسوفه ان احنا نيجي نصور في البيت، تقول البيت مش قد المقام، انت المقام كله، ربنا يبارك لك انت يا رب، على راس كتر ألفك اجدع واحد، ربنا يبارك لك. والحيوان اللي يقول لك عشان شقه بصي، هو في ناس انا مش مصدق، دي تاني مره احنا بنصور مع ست بتجري ورا لقمه عيشها وبتساعد بيتها، وكل ست بتشتكي من نفس الحكايه. سبحانك يا رب، والله العظيم سبحانك يا رب، لك في ذلك حكم. انا مش فاهم يعني نخوه الرجاله دي راحت فين، ولا انتوا دماغكم ايه، ولا بتفكروا في ايه، لما ست بتجري ورا لقمه عيش عيالها، وست بتشتغل شغلانه بيتهنها الرجال، تيجي انت رايح تدور على الست دي وسايب كل الستات اللي بايعه الدنيا وبايعه شرفها، وجاي على الست الغلبانه اللي بتدور على ده؟ يعني ما هقول لك ايه، هقول لك انا ايه، بقول لحضرتك والله انا معايا بنتي عندها 6 شهور، بسيبها في التراب وفي الرمله، ولو بكسر ولا بعمل حاجه جاي عليا عشان طالبه لقمتي بالحلال. عايزه، انا بروح محل كهرباء فبقول له عايزه 1 2 3، فبيقول لي انت شغاله ايه، عشان لاني عارفه اسم السلوك وبشوف السلك ده اصل ولا لا. فبيقول لي انت شغاله ايه، بقول له شغاله كهربائيه، والعمره اللي قدامك دي انا بعملها واخده شقه باسس. بيقول لي ما انا عندي فكره، انت احنا نروح نخلف ونولد وانت اشتغلي بقى. قلت له حضرتك انا ما اخدش رزقك والله، ما رضي يبيع لي حاجه، ما رضاش يبيع لي حاجه. قال لي غشيم والله، غشيم قال لي اللي انت غشيم، بتعملي ده انت خربت وايه اللي البلد، عيب فيه؟ بوظت. لا بيقول لي انت بوظت البلد، اللي بوظت بوظنا البلد البلد في ايه؟ وبوظت البلد عشان طالبه لامي في الحنان. العظيم بيقول لك يا ام فارس، بيقول لك يا ام فارس، انا يعني عارفه سبحان الله العظيم يا رب، انا جاي النهارده انقل ايه قصه ام فارس، الست اللي نجحت، الست اللي بتشتغل شغلانه صعب ان الراجل يعملها لحد ذاته، والاقي عندك شقه وتعب من الزمن. يعني الحقيقه انا مش متخيله، انا كنت فاكر الناس هتساعدك، انا فاكر الناس هتقف في ظهرك، لا والناس لا تقول لك والله شدي خالص. حيلك ويلا يا ام فارس واحنا معاكي، بس معلش معلش. بص والله الحمد لله، انا بقول طالبه لقمتي بالحلال ربنا ستر عليا. انا بنزل شغلان الكهرباء ملهاش كبير، يعني ممكن الكهرباء ما ارجعش العيال، بقول يا رب استر عليا انا طالبه رزق بالحلال. انت اكتر مره كهربت فيها امتى؟ ده في الاول، انا بقالي دلوقتي في المهنه بقالي 5 سنين. لما السلك خبط في راسك كنت لسه بقالي في المهنه بقالي سنه ولا سنتين، كان بتاع السلك نجفه. فبتكلم الزبونه السكه خبطت في دماغي، حصل لك ايه؟ عيني بس دخت شويه وبس، قمت كملت شغل. يا ام فارس والنبي الفيديو ده لما ينزل تعرفي ان 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 في ناس كتير ما قدراك، وناس كتير بتقول لك شد حيلك، وناس كتير بتقول لك انت تتشالي على الراس، وانا شخصيا بقول لك انت تتشالي على الراس، ربنا يعزك. والله بتكلم بجد، لو الكلمه اللي هتطلع مني دي هتفرق معاكي في حياتك، لو انا شخص يعني بالنسبه لك معروف، انا بقول لك انت باللي بتعمليه ده انت ست مش بمليون راجل، انت ست ببلاد. ربنا يعزك. انا والله لما قالوا لي حضرتك جاي تصور ازاي فنان كبير يجي الواحده، لا ده انت اللي كبيره، مين انا والله اللي كبير؟ العظيم والله ليه؟ قلت ازاي ليه ده انت فنان بتشقي كبير؟ طريقك في مكان ملهوش مكان، والله ملهوش مكان العظيم فيه. جيت قلت انا على فكره عندي اهلي متبرين بسبب شغلانتي دي، ازاي تقفي في وسط صناعيه وبتكسري، وعندي اخ راجل يعتبر مش عايز. لما عرفت حضرتك عايز تجي لي ازاي فنان كبير عايز يجي لي من مشوار ويصور معايا، بالنسبه لي مش عارفه اقول لحضرتك ايه. لا ربنا يكرمك يا رب، ربنا ربنا يعزك يا يسعدك، والنبي الفيديو ده تبعتيه لاهلك، والنبي 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 اهل ام فارس قدروا، النبي قدروا، انتوا معاكم ست ناجحه، ست قدرت تثبت نفسها في مليون طريقه ان الواحد يطلع بيها فلوس، مليون طريقه. والله الزمن بيعلم، بيعلم الحلو وبيعلم الوحش، لما حد بيجري على لقمه عيش بالحلال بدون ما يجي جنب اساسيات اخلاق ودين، نبقى نيجي نقول له احنا لا؟ ليه يعني؟ ايه تفكيرك؟ ايه منطقك؟
يعني اعطى الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، اجير يعني ست بتشتغل بلقمتها يوميا. ارحموا النبي ارحموا، ما بقاش في حاجه اسمها شغلانه راجل وشغلانه ست، هي ما راحش اشتغلت حاجه مخل دي بحجابها. يعني احنا واقفين مع الست بحجابها والله، انا يعني ما شفناش اي تجاوز باي شكل ايا كان، او انها خارجه خارج القواعد الاخلاقيه والعادات والتقاليد المصريه اللي احنا عارفينها. فاهلها عيب عيب. عموما الست دي بالنسبه لنا احنا بني ادمين في البلد دي ست، احنا جينا نقول لها انت تكرمي تشكري وعلى راسنا من فوق. وانا اولهم اهو تامر شاتوت بقول للست ام فارس انت على راسنا. اتمنى كلنا نغير التفكير اللي مش هيودي الحاجه ده خالص، اللي هنزود من تصرفات السيئه اللي احنا بنشوفها ونقعد نقول مش احنا اللي بنعمل الحاجات دي. اهي ست زي الفل. انا بقول والله انا كان ممكن سهل عليا امشي في الشارع اقول حاجه لله لما جوزي تعب الف زابة. لا انا قلت روح على جامعات خيريه تطلعي فلوس. والله عمري ما حصل كده، قلت انا عندي صحه اشتغل بيها حتى لو هدي الدنيا، بس عندي صحه اكل عيالي بالحلال. انا بقول لك والله لما جوزي تعب قبل ما اخد خطوه ان انا لا انزل السوق بقص ده كهربائي، بنتي كانت صغيره عايزه تاكل، رحت المحل كشري بقول له عايزه كيس كشري من الشحات، قال لي الله يسهلك. كلمه الله يسهلك دي لازم حطيت في اول خط، لازم انزل حتى لو فزت رجاله ولا احط مجال الكهرباء. لحد الحمد لله انا بقالي 5 سنين والله بطلب بالاسم، بقيت قسط كهرباء قد الدنيا. والنبي كل حد بيشوف الفيديو ده خلي الفيديو ده عندك، وخلي كل الناس تشوفه، خلي الست الطيبه دي تسمع كلمه حلوه، وخلي مجتمعنا يغير تفكيره، وخلينا كده نقف جنب بعض. مفارس نورت الدنيا، ده نورك والله، ده انت انت على راس الكل، ربنا يعزك يا رب على راس الكل. دي اخر كلمه انا هقولها لك. انا بشكرك وبشكرك من وقتك، وبشكرك يعني ان انا تعبتك معايا، واسف ان انا عطلتك النهارده على دوم العيش. نورتيني والله نورتيني، فنورتيني وبشكرك. انا والله ما كنتش مصدقه، لا الفنان هيجي لحد هنا. طب انا مين عشان يجي؟ ما قلتليش انت هاجي لمين. والله قلت انا مين عشان الفنان يجي؟ بس انت كل حاجه، انت انت كبيره مقامك كبير، بقولها وكود الفيديو ده مش هيتمنتج منه كلمه، هينزل لسه اسماعيل ده هو اللي هينزل. ربنا يعزك، انت مقامك كبير عندي انا شخصيا. ربنا يعزك يا رب، ربنا يخليك يا رب. انا بشكرك يا ام فارس، بشكرك، ربنا يخليك. بشكرك.